الحلقة الفاينل تبع انت مين. خلينا نطلع لأنه تأخرنا. مدرب منتخب لبنان السابق أنا بيلا، يعني اليوم بما أنه عم بتصوري آخر حلقتين من برنامجك أنت مين، قلنا بدنا نشوف التحضيرات. مرسيك، ثانكيو كلكم، ذوق تحضيرات كتير كتير حلوة، خاصة أنه هالحلقة الفاينل تبع أنت مين، وبتمنى تعجبكم. وكتير حبيت فكرة البرنامج، أنتوا حبيتوها؟ رح توجهيهم. أنا اليوم سمعنا هيك بالكواليس أنه دايما أنا بيلا وقت تصوير الحلقة بتكون مستعجلة وخايفة. شايفة كيف يحن التيم معي؟ فعلا بنكون باستعجال لأنه بحب ألقط الرياكشن تبع الضيف أول ما يدخل على الاستوديو إلى حين ما يظهر. كمان على قصة الاستعجال بكون مستعجلة تما حتى الضيف يقدر يكون عنده وقت يقرأ التويت، لأنه لما فريق العمل عم بحضر التويت ممنوع الضيف يقريهم، مشان هيك لما يوصل على الاستوديو بخافوا يتنقوز وفكر من هيك بركض بسرعة وبكون مستعجلة كتير. جاهزة المواجهة؟ بس كون عم بتحضري حالك، يعني مثل ما شفنا أنه دايما عم بحطوا لك موسيقى هيك خفيفة لتروقي أعصابك. تروقي، دايما بسمع فيروز وصرتوا عارفين، يعني الست فيروز بالنسبة لإلي سلامة داخلي، دايما بتفائل ودايما بحب اسمعها قبل كل حلقة، وبعرف انه بس اسمعها للحلقة وحتى لما ضيفنا نستقبله على انغام وموسيقى الرحابنة سبحان الله بيبقى فايت ومرتاح، حتى لو كان عم بيحكي على اشياء فعلا يمكن مزعجة او طالته بطريقة سلبية كتير. بما انه اخر حلقتين كان تصويرهم، مين هو الضيف اللي حسيتي قدرتي تعرفي هو مين فعلا؟ كثير ضيوف خاصة على صعيد لبنان، انت بتعرفي انه اليوم البرامج دارجين يكونوا بالعالم العربي، لكن نحن اليوم على صعيد لبنان هيدا البرنامج، في كثير ناس من هيدا البرنامج خلينا نتعرف عليهم اكثر، ما في يقول لك ضيف واحد لانه كثار فعلا، فهيدا البرنامج ولا ضيف طلع من انت مين غير ما فعلا شكرنا ثاني نهار وقالنا بدي احط الحلقة عندي على البيج تبعيتي، لانه خلت الناس يعرفوا مزبوط حقيقة المعلومات اللي انا عليها، لانه في كثير معلومات خاطئه، يعني في كثير مرات بيوصلوا على السوشيال ميديا وبينتشر الخبر خاصه اذا كان خبر بشع. موقفة قويه وجريئه. خلال استقبالك للضيوف لو في شي ضيف وتيحت له الفرصه سالك انت مين، شو كنت ردي؟ انا بلا هلال مثل ما انك شايفني. يعني انا عن جد ما في شي مخبى ابدا، وما في شي كمان ممكن ما واجهه. خلينا نطلع لأنه تأخرنا على الضيف. ليه اخترت اليوم هيدي الإطلالة أنا بلا؟ كارلا تيار اخترت لي إياها، بتعرف الستايلست يلي دايما بترفقنا بكل برامج الام تي في، أنا نسيت أنك أنت موجودة صراحة. فعادة بتعرف البرنامج كتير سيريو وبده بليزر وبنطلون، فهلا طالما يعني قربنا للفاينل وصلت لقيت خلصوا كل الكولكشن يلي كنت لبستها، فاسرع شيء ممكن لقيته هو جينز وتوب. بعد ما تسكري الستارة عن هذا البرنامج انت مين، عرفنا انه في عندك برنامج جديد. مزبوط، في برنامج جديد عبر شاشه الام تي في اللي هو اسمه السمعونا مع نعيم حلاوي ولجنه التحكيم الثلاثيه، رح يكونوا موجودين خلال الحلقه، رح اكون انا مقدمه البرنامج طبعا مع نعيم يلي رح يكون هو اصلا اساس الفكره، ولجنه التحكيم يلي رح يقيموا المشتركين، وبوعدكم باصوات كثير كثير حلوه. كل شيء، ميرسي كثير على كل الدعم وعلى كل المعنويات اللي بتعطوني اياها.